شهادة اي سي اس ايه بالعربي. اهلا وسهلا بيكم، معاكم احمد مجاهد اي سي اس ايه ترينر. لو انت اول مرة تتفرج عليا، انا احمد مجاهد اي سي اس ايه ترينر، ودي قناتي كمال اجسام بدون منشطات. بنقدم شرح لمناهج الانترناشونال سواء كان الاي سي اس ايه او نسم، بلس بعض الفيديوهات التوضيحية للبيجنرز اللي عايزين يبتدوا الجيم. لو عجبكم موضوع القناة تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير عشان الكل يستفاد. يلا بينا نبدأ الحلقة. سبب ان احنا نعمل الفيديو ده النهاردة ان احنا بنحاول نوعي الناس، لان اي اس اس اي بالفعل توقفت عن اصدار الشهادات بتاعتها للي هيدفع قسط واحد او 1 دولار او ايا كان قسطين. طالما المبلغ مش هيكتمل هيحصل الغاء للشهادة. هيحصل الغاء للشهادة ازاي؟ بكل بساطة، انا ما يكون عندي سيرتيفيكيت هنا زي اللي قدامي دي هي ديتيلز. الديتيلز عبارة عن ايه؟ حاجة اسمها سيرتيفيكيشن اي دي. كل طالب من اي سي اس اي بياخد الشهادة بتاعت اي سي اس اي بيبقى ليه اي دي مختلف عن التاني، طبعا بالاضافة ان هو ليه الديت السيرتيفايد فيه والممبرشيب. هنا الممبرشيب في الحالة دي بتتلغي تماما في حالة عدم سداد الايه القسط بالكامل لاي اس اس اي. هتقول لي اعرفها ازاي؟ ببساطة جدا، لما تعمل هنا داونلود للسيرتيفيكيت زي ما هو واضح كده، هي بدأت تضيف ليها كود كده او باركود تحت بيتعمل بالسكانر، هنشوفه على الشاشة. سي مثلا انا هسيفه هنا اهو وهنفتحها عشان نشوفها مع بعضينا. من خلال الكود ده لما اي حد بيتقدم على الشهادة دي بيقدر ببساطة جدا من خلال تطبيق على الموبايل عادي خالص زي ما هوريكم دلوقتي على الشاشة، يقدر يعرف مدى صحة الشهادة ديت من عدم. اهو الباركود اللي تحت ده، وده الشكل الجديد بتاع الشهادة طبعا عشان منع للتزوير والكلام ده. وعندك هنا دي السيرتيفيكيشن نمبر اهي زي ما هي واضحة قدامنا، تمام، والايشو ديت والاكسبيرشن ديت هو ده اللي انا بتكلم عليه، الاي دي بتاعك، تمام. هنعمل سكان دلوقتي على الشاشة على الشهادة دي ونشوف الشهادة دي موجودة ولا مش موجودة للاشخاص، وهنشوف برضو شهادة زيها في نفس الوقت وهنعرف الفرق بين الاتنين زي ما هو واضح على الشاشة قدامي من خلال تطبيق كيو ار ده اللي احنا هندوس عليه عشان نفعله. ده اللي هيعمل لنا اسكان على الشهادة عشان تقدر تتأكد او تتأكدي الشهادة بتاعتك عاملة ايه. اهو بيظهر كده قدامي، بقربه هنا كده للشاشة زي ما هو واضح كده عشان يبتدي يعمل اسكان على الشهادة بتاعتي. بياخد وقت شوية عشان انا طبعا اعملها من على الشاشة، لكن لو الشهادة قدامي مطبوعة الموضوع هيبقى في الاسكان اسهل بكتير. هندوس على اللينك كده هيبتدي يحمل قدامي، هيفتح حاجة اسمها السيرتيفيكيت فاليديشن اهو زي ما قلنا. هنلاقي هنا اللاست نيم، تمام، لو انت هتحط اللاست نيم بتاعك، وهنا لو هتحط السيرتيفيكيت اي دي، فطبعا هنحط هنا ادي اللاست نيم وادي هنا السيرتيفيكيت، ونبتدي نشيك على الشهادة بتاعتنا نشوف هي موجودة ولا مش موجودة. طبعا هنا بيقول لي بس ان ايه ما تحطش بالسكابس لوك، فبعملها هنا واكمل هنا تاني كامل اهي، تمام، واقول له ام نوت ريبوت، انا مش انسان آلة او كمبيوتر يعني اللي شغال، تمام، يعمل صح، اقول له سبميت وننتظر نشوف الشهادة دي شغالة ولا مش شغالة. طبعا هنلاقي هنا الرسالة بيقول لك وي ار سوري وي ار انيبل تو ماتش ذيس ريسيرش، انت كده عندك مشكلة، احنا مش لاقيين البيانات بتاعتك دي اصلا على اي سي اس اي، ارجع بقى كلم السبورت بتاع الاي سي اس اي او كلمهم تليفونيا او ابعت لهم ايميل عشان تشوف ايه الموضوع ده. طبعا الناس اللي هي بتعمل الشهادات طبعا عندها حجة كده فوق بتعتمد على ضعف اللغة اللي عند الناس، اللي هي بتقول لك ايه الان سي سي بي تي، بتفهم الناس ان ده الفاليديشن بتاع الان سي سي بي تي، مع ان ببساطة جدا ده هنا اسمها سيرتيفيكيت فاليديشن، ملهاش علاقة خالص بالان سي سي بي تي الاعتماد بتاع الان سي سي بي تي. طبعا احنا قلنا قبل كده الان سي سي بي تي اللي ما يعرفهاش ده اعتماد اديشنال، بيبقى داعم للشهادة اكتر من هي الاونلاين عشان خاطر الاوبن بوك والكلام اللي انتوا عارفينه ده. لكن دي ببساطة جدا سيرتيفيكيت فاليديشن، انا خدت السيرتيفيكيت نمبر اهو من قدام الشاشة زي ما وريتكم عشان اشيك ويفتح اللينك وادخل الاسم والـ
طلع برضو ان الشهاده مش موجوده. فواحد يقول لي لا اصل هي بتعمل كده عند كله، هناخد شهاده تانية زي ما قلت لكم بكل بساطه. يعني لو جبنا على سبيل المثال الشهاده دي، خدنا الاي دي بتاعها كوبي تمام، وجينا هنا حطيناه بدال القديم، وناخد الاسم التاني ليها تمام، للاسم مثلا كوبي، ونحطه هنا على اللاست نيم مثلا، ونقول له ام نوت ريبوت تمام، ونستنى برضو ان هو يشيك، نقول له سبميت، ونشوف هل برضو هي دي على كل الشيء. لا اهو بص بقى هنا ظهر النتيجة ازاي، ان دي باسم فلان الفلاني، ها الاكسبيريشن ديت اهو بتاعه، وهو واخد الشهادة دي، والاي دي بتاعه هو نفسه مطابق، وبكده تبقى الشهادة ايه سليمة. غير كده الشهادة تبقى مضروبة. امتى ده يحصل؟ لما ما تدفعش الاي سي سي ايه الاقساط بتاعتها، او تخلي حد انه يحل لك الامتحان بحجة ان هيبقى معاك شهادة، فحرام ترمي فلوسك على الارض. لو عايزين نصيحتي، يبقى اول حاجة انا عايز يبقى معايا شهادة دولية. المفروض الاول خالص افهم يعني ايه شهادة دولية، وايه هي متطلباتها، وافهم تفاصيل المنهج والشرح بتاعه بالكامل. هيقول لي ده المنهج كله باللغه الانجليزيه يا كابتن، ومش هنلحق، ومفيش حد مترجم. سيبك من ترجمه جوجل المغلوطه دي، لو انت اللغه عندك ضعيفه ومش قادر ان انت تذاكر لوحدك، او حتى ان انت قادر انك تذاكر بس في حاجات مش مفهومه، سواء كانت مصطلحات لاتينيه او بعض حاجات تحتاج الى العمل والوضوح اكتر، عندك القناه بتاعتنا اي اس اس اي بالعربي، ما تنساش تفعل الاشتراك بتاعها عشان يوصلك الفيديوهات بتاعتنا. لو عايز الشرح الكامل تواصل معنا على الواتساب برضو، هنكون سبورت معاك، بالاضافه الى المتابعه على طريق الواتساب لاي مشاكل تقابلك، سواء وانت بتدرس وبتفهم المنهج، او بعد ما تخلص خالص حتى في المجال العملي. وكذلك لو حبيت تاخد سيرتيفيكيت من نسم، دلوقتي احنا بنقدم الشرح بتاعها الكامل، يا ريت تخشوا تدعمونا بلايك وشير عشان الكل يستفاد. في نهايه الحلقه اتمنى يكون موضوع الحلقه كان هادف، تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير، واستنونا في حلقات تانيه اجمل واحلى على قناتكم اي سي سي اي بالعربي. كان معكم احمد مجاهد اي سي سي اي ترينر.